الكل صار يتنافس كيف بده يكسب الشعب. فيديو اليوم عن مقترح لشيك تحفيز اقتصاد جديد لسه ما صار قانون، هذا كله كلام إلا لما الكونغرس يصوت عليه. أنا اسمي إيهاب، هاي اسمها سكاي، إذا كانت هاي أول مرة لكم بالقناة فبتمنى منكم إنكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس. هلأ خلونا نبدأ فيديو اليوم. سلام. سيناترز جمهوريين كاسيدي، دينز، روبيو ورومني كتبوا مقترح اسمه كورونا فيروس أسيستنس فور امريكان فاميليز اكت. المشروع بيتكلم عن انهم يعطوا شيك تحفيز اقتصاد لكل عائلة امريكية ولكل فرد في العائلة. طبعا هذا كله كلام، هذا بس مقترح، لسه ما صار قانون ولسه ما راح نعرف اذا حيتطبق ولا لا. كل اللي لازم يصير انه الكونغرس لازم يقره ويروح للرئيس عشان يوافق عليه، بعدها بيصير قانون وبعدها بنستلم فلوس، لكن حاليا هذا فقط مقترح. انا حابب اوضح هذه النقطة. دينز بيحكي انه لازم احنا نحط فلوس اكثر في ايدي العوائل في مونتانا لأنهم تضرروا كتير بسبب كوفيد 19. طبعا هو حكى مونتانا لأنه هو السيناتور بيمثل مونتانا في الشيوخ، ويمكن بده ينزل فترة انتخابية ثانية فحابب يكسب الناس، وهذا لعب نظيف، good for him. الخطة الجديدة حطت العوائل المكونة من 600 دولار أكثر من هيروز أو هيلز أكتس. اللي صار في كيرز أكت اللي أخذناها في نص 4، أعطوا الكبار 1200 دولار وأعطوا الصغار 500 دولار، لكن خطة الجمهوريين الجديدة اللي بتكلم عنها حتعطي فلوس أقل لكن العدد أكبر، وهي أقل من هيروز أكت وأقل كمان من هيلز أكت. هيروز أكت بدها تعطي 1200 دولار لكل شخص كبير وصغير، لحد أقصى 6000 دولار للعائلة الوحدة. هيلز أكت مش الخطة بتكلم عنها، هاي الخطة اللي نزلها ميتش مكانل، بدها تعطي 1200 دولار للكبار و500 دولار لكل شخص معتمد على رب الأسرة، إذا كان صغير في العمر بروح على الجامعة أو حتى الكبار في العمر إنه يطلع لهم 500 دولار. وهذا الفرق الوحيد بينها وبين كيرز أكت وهيروز أكت. لكن الخطة الجديدة بدها تعطي 1000 دولار لكل شخص، المتزوجين، عزبية، أولادهم اللي بيروح على الجامعة وحتى الكبار في السن، كله حياخد 1000 دولار. هلأ الكلام حلو، لكن لما تيجي تحسب للعزابي حيعطوه 1000 دولار، لكن في الخطط القبل بدهم يعطوهم 1200. طيب العوائل المتزوجين حياخدوا 2000 دولار، لكن في كيرز أكت، هيروز أكت وهيلز أكت حياخدوا 2400، ففعليا هم بياخدوا أقل. فهذا الشيء بصراحة أنا شايفه غلط، واللي انطبق في كيرز أكت على الراتب حينطبق نفس الشيء في هاي الخطة. 75,000 دولار للعزابي، 112,500 دولار لرب الأسرة، و 150,000 دولار للمتزوجين كحد أقصى للراتب في السنة. والشخص الوحيد اللي ما راح ياخد شيك تحفيز اقتصاد في هاي الخطة هو المهاجر الغير شرعي اللي ما عنده سوشيال سيكوريتي نمبر أو عنده ITIN. هلأ شو ممكن يصير في المستقبل؟ هذه الخطة تعتبر حل وسط بين هيروز أكت تاعت الديمقراطيين وهيلز أكت تاعت الجمهوريين. من الناس اللي كتبوا هذا الأكت ميت رومني، وميت رومني معروف عنه إنه بخيل جدا، فلما يكتب إشي زي هيك وبده يعطي الناس فلوس كستيمولس تشيك هيك بيخلي أعضاء الكونغرس يقرأوا الموضوع ويهتموا فيه بزيادة، لأنه هذا الزلمة معروف إنه بخيل. فممكن هذا المقترح يكون بديل لمقترحات ثانية. السؤال، هل إشي زي هيك ممكن يمر؟ أنا من رأيي أنا بشوف إنه بصراحة ما في إشي بيمنع إنه هذا الشيء يصير قانون، وبشوف إنه أفضل لو حكى 1200 دولار بدل 1000 دولار، وبهيك ما بيكون في أي عيب بالمشروع، وبهيك أصلاً بيكون مطابق لمشروع الديمقراطيين لأنهم بدهم يعطوا 1200 دولار لكل شخص لكن عندهم ليميت، لكن في هذه الحالة حيرفعوا الليميت. فالأفضل إنه 1200 بدل 1000، وهيك أنت بتكون زي الديمقراطيين بالضبط وأحسن. إن شاء الله إذا صار شيء جديد بخصوص هذا الموضوع راح أحكي لكم، وبتمنى لكم إجازة سعيدة وآمنة، وإن شاء الله بنشوفكم الفيديو الجاي. لا تنسون من اللايك. تحياتي للجميع، سلام.